السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. عقد اليوم مجلس الأمن اجتماع خاص بقضية الصحراء المغربية، وهو موعد سنوي كنتظروه كاملين وكنتظروه كل الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، وهو موعد اللي كدرس فيه تقرير ديال الأمين العام للأمم المتحدة. وقبيلة راني درت في واحد الفيديو قصير أهم ما جاء في هذا القرار، وفي هذه الحلقة نحاول نوضح بعض الأمور اللي كيحتاجوا المواطنين أنهم يفهموها ومتتبعين، وندير قراءات أو قراءة في بعض النقاط. إذا بصفة عامة كنشوفوا على أنه القرار جاء لصالح المغرب ويساند أطروح الطرح المغربي. علاش الطرح المغربي؟ لأنه الجزائر الميليشيات والبوليساريو كيعولوا على أنهم خاص مجلس الأمن يقرر الاستفتاء، يعني تقرير المصير ما يسمى بالشعب الصحراوي بناء على الاستفتاء. وهذه المسألة أكل الظهر عليها الظهر وشريب، كملناها من هذه الشحال خاصة بعد 2006 وجات 2007، حيث في الوقت اللي اقترح فيه المغرب مبادرة الحكم الذاتي في أقاليمنا الجنوبية. ومن ذلك التاريخ والمجلس الأمن كي مقتنع بحل سياسي واقعي ودائم يقبله جميع الأطراف، وهذا الشيء اللي أكد عليه، بمعنى أنه هذيك الأسطوانة المشروخة ديال ميليشيات البوليساريو ديال الجزائر ديال تقرير المصير من خلال استفتاء في هذيك الشيء راه ما كاينش وما بقاش مقتنعين به، لأنه تجربة الاستفتاء اللي اتفقوا عليها كاع الأطراف ما عطاتش الأكد ديالها على أرض الواقع، لأن وقع فيها مشاكل، وقعت فيها مناورات وأخطاء كثيرة من طرف ميليشيات البوليساريو، دائما هي اللي كتعرقل عرقلات مسلسل التنمية في أقاليم الجنوبية، وكتعرقل دائما جميع الحلول. إذا مجلس الأمن كيدعي جميع الأعضاء أنهم يتوصلوا لحل سياسي واقعي وعملي ودائم ومقبول. ومن هذه الناحية الجزائر ميليشيات البوليساريو ما تقدموش حتى شي حل في هذا الجانب، ولكن المغرب تقدم بمقترح مبادرة الحكم الذاتي اللي كتعتبر أنه حل واقعي وعملي ومقبول. وشحال من دولة ملي كتكلم على شي كتقول لك اودي حنا كنأيدوا جهود الأمم المتحدة وكنعتبروا أن مبادرة الحكم الذاتي حل واقعي. مسألة واحدة أخرى، لأنه مجلس الأمن عرب على الدعم ديالو الكامل للأمين العام والمبعوث ديالو الشخصي لتيسير عملية المفاوضات. هذه مسألة مهمة، لأنه في هذا القرار كنشوفوا كان كلمة المفاوضات، كلمة الحوار، كان واحد المسألة كثيرة اللي كتأكد عليها قرار مجلس الأمن، وهذا هو الحل السياسي اللي غادي فيه مجلس الأمن. ولكن مع الأسف النظام العسكري الجزائري وميشيل البوزيل رافض هذه المسألة نهائيا، لأنه جاية في إطار إن عكسنا، وكيشجع المغرب بقوة وقالها، يعني كيشجع المغرب وشجع جبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا للانخراط مع المبعوث الشخصي طوال مدة العملية بروح من الواقعية والتوافق لضمان نتيجة ناجحة. شوف الروح ديال القرار فين غادي. وهنا مجلس الأمن كيهيب الطرفين، يعني المغربي وجهة البوزاري، أنهم استئناف مفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية مع مراعاة الجهود المبذولة منذ عام 2006 وتطورت لاحقا بهدف تحقيق حل سياسي دائم ومقبول للطرفين. إذا دائما كيرجع مجلس الأمن في القرار ديالو دائما يذكر بأننا قبل 2006 ذاك الشيء اللي كان والهضرة اللي كانت خاصها تنسى، لأن كل حلول ما عطاتش النتيجة ديالها، ولكن اليوم خاصنا نفكروا في حل سياسي دائم ومقبول للطرفين. وهذا تحدي لميليشيات البوليساريو وللنظام العسكري الجزائري. زدت على ذلك انه يدعو الدول الاعضاء الى تقديم المساعده والدعم المناسبين لهذه المحادثات ولجهود المبعوث الشخصي. شوف كان الحوار، كان المفاوضات، كان المحادثات، كلها مصطلحات كتعني نفس الشيء. وهنا عاوتاني كيأكد القرار ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع البعثة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو
يدعو الطرفين الى امتثال كامل تلك الاتفاقات وتنفيذ التزاماتها تجاه البعوث الشخصي السابق، والامتناع عن اي اعمال من شانها تقويض الامم المتحده، تسهيل المفاوضات او زعزعه استقرار الوضع في الصحراء الغربيه. وهذا معني به ميليشيات ديال بوليزاريو وعصابه ديال الجزائر، اللي ميليشيات بوليزاريو خرقات قرار ديال وقف اطلاق النار وبدات كدير واحد العمليات عسكريه عدائيه تجاه المغرب بدعم من النظام الجزائري الدكتاتوري. كذلك ان القرار كيشدد على اهميه تجديد التزام الطرفين بالنهوض بالعمليه السياسيه تحضيرا لمزيد من المفاوضات، ويشير الى تاديه للتوصيه الوارده في التقرير المؤرخ في 14 ابريل 2008 بان الواقعيه وروح التوافق من قبل الاطراف ضروريه لتحقيق تقدم في المفاوضات. هذه كلمه تعطي المفاوضات، مفاوضات، الحوار، مباحثات. ويشجع هنا الدول المجاوره، هي ذكرها الدول المجاوره، على تقديم مساهمات مهمه وفعاله في هذه العمليه، ويشدد على اهميه توسيع جميع الاطراف المعنيه لمواقفهم من اجل التقدم في الحل. بمعنى هنايا كاين اطراف اللي ما خلتناش نوصلوا للحل. وكذلك يدعو الاطراف الى ابداء الاراده السياسيه والعمل في جو مواتي للحوار من اجل دفع المفاوضات قدما بما يكفل تنفيذ القرارات اللي جات من 1907 لهنا ونجاح المفاوضات. اذا كيطلب عاوتاني كذلك مجلس الامن كيطلب من الامين العام انه يطالع، انه يخبر مجلس الامن بانتظام كاع التطورات اللي كاينه والمفاوضات فين وصلت وهذه وهذه وهذه. هذا الشيء كله مزيان واضح. اذا هنا غادي نوقفوا عند التصويت. كاين 13 دوله اللي صوتت لصالح القرار بما فيها فرنسا، وهذه مساله مهمه اللي ما خصناش ننساوها. فرنسا اللي كانت الجزائر تمن النفس على انه فرنسا تاخذ شي موقف واضح وموالي لطروح الجزائر، ولكن فرنسا انتصرت و كانت متوافقه مع نفسها وكانت منسجمه مع قناعاتها، لان مواقف من قبل ما يمكنش انه في القرار ديال العام اللي فات صوتت عليه وهذا العام ما تصوتش عليه. اذا فرنسا اللي كان منتظر انه تاخذ شي موقف، لا. روسيا ما صوتها نتاعها التصويت، كان ممكن انها دير حق الفيتو، وكانت قدمت شي اقتراحات والولايات المتحده الامريكيه ما خداتش بهم نهائيا. كينيا في السابق كانت تونس، من قبلها كانت جنوب افريقيا، دابا كينيا، الامتناع عن التصويت. بمعنى هذه الدول كامله مواليه لاطروحات الجزائر، رغم ان كينيا الان تقف منزله بين منزلتين، مرات تمشي في اتجاه المغرب مرات تمشي مع الجزائر، اذا كتعيش واحد الوضع غير مستقر. وهنا كان خاص شويه الخدمه الدبلوماسيه المغربيه خاصها تزيد تجتهد مع في كينيا. والكلمه اللي لقاها مندوب ديال كينيا قبيله في مجلس الامن هي تكرار لما تردده ميليشيات البوليزاريو و النظام العسكري. اذا هنا كيبان بانه مواقف ديال مجموعه من الدول، وخاصة إذا علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي اللي تقدمت بالمشروع، وهي اللي مكلفة بالملف في 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 الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن، وهي لقات مندوب ديالها تورقة كلمة قبيلة وقال بأنه كان كيتمنى على أنه يكون إجماع في هذه النقطة. إذا الكل غادي متجه نحو أنه يكون حل سياسي، وكل كيمنع ان تكون عملية عسكرية. بمعنى قالك التسلح وداك الشيء، هذيك الأسلحة اللي كتشرى من روسيا وهذا الشيء كلشي يمشي كما نقولوا يبخروا به. بمعنى انه مجلس الأمن متفق على حل سياسي هو اللي غادي في المغرب، ولهذا كنقول انه هذا القرار يساند موقف المغرب العادل في قضيته ديال الصحراء المغربية، وكيدعو ان الدول المجاورة انها تساعد في المفاوضات. وهذا امتحان عسير لنوايا النظام العسكري، اللي كنعرفوا النظام العسكري اللي يديروا ما ماشي هي هذيك، ولكن كيوضعوا امام مسؤولياته امام التاريخ وامام العالم وامام الشعوب المغاربيه. وهذا كله كياكد على ان المغرب غادي في الطريق الصحيح، ولا بد دائما ما نرخيوش يدينا، لا بد دائما استمرار في
اليقظة والتعبئة والدفاع عن وحدتنا الترابية والتصدي لخصوص وحدتنا الترابية. إذا كلها مسائل للمغاربة مجندلة تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. أما خصوص وحدتنا الترابية ما غيديو غير برك. شكرا تمام لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.